Assalamu alaikum, aujourd'hui nous allons parler du moustache de la France. Nous allons être de la production de l'écrit. Safha, Araba et la production de l'écrit, l'objectif de cette séance est de compléter les bulles d'une bande dessinée à caractère narratif en rapport avec le thème. الوغ هذا هو البوند ديسيني اللي عندنا هادو لي بول هما هادو و بيان دي فينيت الو قبل ما ندوزو نقراو حنا هاد البوند ديسيني كنخرجو واحد الاسئله اللي كيكونوا قبل من قراءه هاد البوند ديسيني كيف سبق ليا و ذكرت في الحصص السابقه اذا جوب سيرف اي جو هادو كيكونوا قبل ما نقراو حنا هاد النص هذا خصني نجاوب عليهم قبل ما نقرا النص تعلمو ديروا دائما هاد الطريق يعني كتكون كتوقع لشنو غادي يكون في النص الوغ اطونافي سو تيكست اي يعني في نظركم او في رايكم هاد النص هذا شنو هو واش هو بويم يعني نص شعري او لا ديالوغ حوار او لا بون ديسين الوغ من خلال الرؤيه ديالي لهذا النص كيتبين ليا انه بون ديسيني لانه ماشي نص شعري وماشي حوار سؤال رقم اثنان دو كوا اي فورمي سو دوكيمون يعني دو كوا اي فورمي يعني مناش مكون هاد البوند هاد الدوكيمون هذا اذا فيه دي بول هما هادو دي بول دو بون ديسيني وفيه دي زيماج كاينه هاد لي زيماج هذا وفيه دي بيرسوناج كي بارل يعني كاينه واحد الاشخاص كتهضر اذا ما غاديش يقدني نكتب هنايا غادي, هنا. غادي ناخذ واحد الورقه إذن هنا نبداو ب قلنا جوبسيرف اي جو ديكوفر باش ما تدوخوش غندير حتى العنوان جوبسيرف وقلنا السؤال رقم اثنان لان يعني السؤال رقم واحد خرجناه هنا هو هذا السؤال رقم واحد دابا السؤال رقم اثنان كان السؤال هو Euh, de quoi est formé ce document? Yannick il y a une cangoulo, est formé. Il est formé de bulles. Sinon, encore? De bulles de quoi? De bandes dessinées.

voila اذا دابا غادي ندوز ل جو مانيبيول وهاد جو مانيبيول اي جو ريفليشي ما كنخرجهمش دابا فوقاش كنخرجهم حتى كنقرا النص ونفهم النص عاد كنخرج هاد الاسئله هادو اذا دابا تبعوا معايا باش نشرحوا هاد النص هذا باش تكونوا فاهمين الكلمات الصعبه وتعرفوا حتى النص على ايش كيهضر لو بريزيدون

المدرسة فيها رئيس جمعية الآباء هو هذا رئيس جمعية الآباء وأولياء التلاميذ ديال واحد المدرسة دونيكول مع من كيهضر مع لو بريزيدون دو لا كومين مع رئيس الجماعة اللي عندكم في الدوار أو في البلدية باغل على على ترونسبور سكولير كيهضرو على النقل المدرسي إذا هاد رئيس جمعية الآباء شنو غادي يقول نو زونفون ابيت لوان دو ليكول nous avons besoin d'un bus scolaire. قال لي مشى عند رئيس الجماعه قال لي الأطفال ديالنا كيسكنوا بعاد على المدرسة حنا محتاجين لواحد النقل المدرسي واحد البيوس واحد الحافلة مدرسية إذا شنو غادي يقول لي هاد رئيس الجماعه؟ نو سوم كونسيون دو سو بروبليم نو لافون ايفوكي لوغ دو ديغنييغ كونساي قال لي حنا راحنا واعيين بهاد المشكل يعني نو صون كونسيون كونسيون هو الواعي دو سو بروبليم حنا واعيين بهذا المشكل اللي كيطرحو عليه زعما هاد جمع رئيس جمعيه الاباء قالو نو لافون ايفوكي لوغ دو ديرنيير كونسي يعني طرقنا لهذا الموضوع هذا في الاجتماع الاخير ديالنا رئيس جمعية الآباء قال له كيل ديسيزيون افيفو بخي يعني شنو هو القرار اللي خديتو قال له نو زافون كونفوكي لو ديريكتور دون انتربريز دو ترونسبور يعني رحنا صيفطنا واحد الدعوه لواحد المدير ديال واحد الشركه ديال الترونسبور ديال النقل الوغ اذا هنا قال ليه ان بوس دو 30 بلاص سوغا ليفري دون زان موان قال لي واحد الحافله ديال 30 بلاصه غادا توصلنا مده ديال شهر يعني باقي واحد الشهر عاد توصلنا سي ان بو لونغ قال له يعني الوقت مازال طويل mais nous allons toutes faire pour avancer la date de livraison e ولكن غادي نديرو كل ما في جهدنا باش نسرعو تاريخ التاريخ ديال الاستلام إذن رئيس الجمعيه قال ليه oh e او بجميع اسماء الاباء يعني كيهضر بالنيابه على الاباء ديال التلاميذ كنشكروك سيدي الرئيس اذا كنتمنى ان الفكره تكون وصلت شرحت لكم جميع الكلمات باللغه العربيه باش تفهموا الحوار اللي داير ما بين رئيس جمعيه الاباء والرئيس ديال الجماعه اذا ندوزو دابا نشوفو الاسئله لي لو تيكست كي سون لي دو بيرسوناج اذا حنا قرينا النص نقول لك شكون هما هاد جوج شخصيات اذا حنا قلنا هاد الشخصيه هذا راه هو لو بريزيدون دو لاسوسياسيون دي بارون في تيتور ديليف يعني رئيس جمعية الآباء وهذا هو البريزيدون دو لا كومين رئيس الجماعة إذا ندوزو لهنا عندنا جو مانيبيول ونبداو بالسؤال الأول سؤال ثلاثة إذا عندنا شكون هما دوك الشخصيات كاين لو بريزيدون le président de l'association, le président de l'association des parents mm -hmm. et tuteur d'élèves. Où nous avons le président de la commune. Il y a le gamin. Oui. Donc, de Zoda Ben Choufou, question numéro 4. Quel est le nombre de répliques et où sont-ils écrits باش نعرفو شنو هما هادو تبعو معايا هاد الكتابه اللي لداخل هادي كتسمى الغيبليك في البون دي دابا هادي بون هاد الكتابه اللي لداخل كتسمى الغيبليك وهاد الاطار اللي داير عليها هذا كيتسمى بول بول شفتي ولكن هادي راه ما داخلاش مع لي بول هادي بحال المقدمه ها قدمو لينا شنو كاين في الحوار يعني الرئيس ديال جمعيه الاباء مع الرئيس ديال الجماعه كيهضروا على النقل المدرسي اما هذا هو الحوار اللي كاين هنا لداخل يعني هادو لي بول وهاد اللي لداخل الكتابه هي الغيبليكا هما هنا اذا شحال عندنا من غيبليك 1 2 3 4 5 6 يعني 6 يعني سي غيبليك فوالا وصونتيل اكري فين مكتوبين هاد Les réplique, sont-elles dans des bulles? C'est les bulles, idem. Ils sont écrits. Ils sont écrits dans des bulles. Ils sont écrits dans des bulles. Dans des bulles. Alors. دابا ندوزو للسؤال رقم خمسة دو كوا باغل لي دو بيرسوناج يعني هاد لي دو بيرسوناج علاش كيهضرو كيفما شفنا في البداية في المقدمة كيهضرو على ترونسبور سكولير إذا غادي يهضرو على ترونسبور سكولير دي زونفو يعني البروبليم ديال ترونسبور سكولير إذا نكتبوها غير هنا

Problème, pardon, des problèmes de transport, de transport scolaire des enfants. Non, Il parle. دي بروبليم دو ترونسبور سكولير يعني المشاكل اللي كيعانيو منها هاد التلاميذ حيت ما عندهمش النقل المدرسي اذا ندوز السؤال رقم ستة بوغي تو كومبروند سيت بون سيني سي لي بول ايتي فيد السؤال رقم ستة كيقول لك اسيدي واش تقدر تفهم هاد لي بول هادو الا كانوا خاويين ما فيهمش هاد الكتابه هادو واش تقدر تفهمهم بحال مثلا هنا ها هما هنا شفتي دابا هنا خاويين واش كتف... واش عرفتي شنو كيقول هاد الطفل أو اولا شنو كتقول هاد الفتاه ما غاديش تعرف اذا كنقولوا نو تو سامبلومون نو او لا لي يمكن ليكم تقولوا اون اون بوغي با سافوار واه يمكن غير نو صافي ندوزو نشوفو Je m'entraîne. Complète les bulles avec les répliques suivantes. Les bulles, ce sont des bulles. Ou les répliques, qui Hier, je veux j vu, jeter des ordures par terre. Mettez-les dans la poubelle à côté.

Des ordures nous sur les belles par terre, par terre, mettez-les. regardez mettez-les, les mais il fait lié tel calima. Pronominalisation. Dans la poubelle. Dans la poubelle à côté. Voilà. Quand a dit merci, je n'avais pas vu la poubelle. Il fait tête. Merci. Je n'avais pas vu la poubelle. Non. Idem de ce débat, le partiel à et complète les bulles avec des répliques. y a bulles. Il y a des bulles. نشوفوها انطلاقا من الصوره نكتبو دي ريبليك يعني الكتاب كتلاحظوا معايا هنا كاين الشرطي المرور وكاين واحد الطفل يقطع الشارع ولكن ما قطعش من البلاصه ديال الراجلين ها هما هاد لي بوند بلونش ما قطعش منهم خصو يقطع من هنا حيت من هنا كنقطعوا الا كنا مثلا باغيين نقطعوا للشارع الاخر كندوزو من الباساج هو هذا اذا شنو غادي يقول له الشرطي il faut redoubler d'attention car tu descends sur la chaussée utilisez les passages pour piétons qui sont dessinés sur le sol avec des bandes blanches et les éclats de pierre et les éclats de pierre sont des tares stahdimamarat elmushet elmarsol ala arduh hotu redoubler l'attention il faut redoubler l'attention car tu descends le chéri sur la chaussée utilise les passages pour piétons, ragilines, qui sont dessinés Le sol avec des bandes blanches. Voilà. Idem d'abord, hédèque cheb, je n'aurai d'égouler, avec le sorti, et le excusez-moi. يمكننا نحبسو غير هنا اكسكوزي موا يعني اسف صافي هادشي اللي كتبت دابا راه اختياري ماشي ضروري تكتب بحال هكا يقدر يقول له مثلا الشرطي كيسكو تو في مسيو تي دو ترافيرسي لا شوسيه دوبوي لي بوند بلونش مثلا يقول له شنو كدير راه خصك تقطع من هنايا والطفل يقول له مثلا باردون ولا شي حاجه اخرى جو في مي لا شوسي اي مثلا رانا شفتو ولكن بان لي الشارع خاوي وهكذا هادشي فقط غير ك دي زيكزامبل وصافي وهكذا نكون قد من حصه اليوم اراكم في حصه قادمه ان شاء الله